معانا على الهاتف أستاذ سيد نصر أمين العمال في حزب مستقبل وطن. صباح الخير يا فندم. صباح النور على حضرتك وعلى شعب مصر. احنا شايفين مشهد جميل، والحقيقة كمان ضفنا في الاستوديو دكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع الفجر بيوجه لكم التحية والتقدير لدور الأحزاب اللي ظاهر جليا الحقيقة على أرض الواقع. الحقيقة بعد تحية الدكتور مصطفى وحضرتك ووصلة البرنامج بقول النهاردة عيد، عيد لمصر، عيد لمصر، لأن الدستور بتاع 2019 جه عشان يضيف عيد زيادة لأعيادنا في مصر. الدستور اللي جه عشان يحفظ المرأة، حق المرأة في تمثيل المجالس النيابية، جه علشان خاطر المواطن. الدستور اللي جه عشان يحفظ وجود حق العامل في المجالس النيابية هو والفلاحة، جاء من أجل المواطن المصري. الدستور اللي بيدور على ذوي الإعاقة وعلى المصريين في الخارج، أعتقد إن ده جه علشان خاطر المواطن المصري. أعتقد إن دستور 2019 حدث عظيم نعتبره من الأعياد اللي تضاف لأعياد المصريين. كنت طالما بتنادوا بحق من هذه الحقوق، وطبعا حق مشروع انه يتم تمثيلكم التمثيل المناسب والملائم في البرلمان. والله عايز اقول لحضرتك ان وجود ماده في الدستور بتحمي حقوق العمال والفلاحين، ده اعتراف من اعضاء مجلس النواب ومن قيادات حزب مستقبل وطن ومن المصريين باهميه دور العمال والفلاحين في البناء وتنميه الوطن. خلينا نرجع نقول، هو أعداء الوطن ومن يرغب في التربص بمصر عندما يقوموا بتعديلات دستورية من أجل مصالح شخصية، إنما اللي بيحصل في مصر النهاردة من أجل عودة الحقوق لأصحابها. لما أقول لابد من تواجد المرأة، لابد من تواجد الشباب، لابد من تواجد الفلاح، لابد من تواجد العامل، لابد من وجود عضو مجلس شورى لإجراء توازن في الرؤية السياسية في الدولة، كل ده لشعب مصر مش لشخص. كل ده معمول لاستكمال بناء التنمية سواء إذا كانت الاقتصادية أو السياسية. عايز أقول دستور 2019 لكل أعداء الوطن، إحنا العمال، إحنا المصريين، إحنا الشباب، إحنا المرأة، أمي وأختي وبنتي، عارفين إن ده المصري مش لشخص ومش لحد. عشان كده بفضل الله تعالى اتفرجي على الشاشات النهاردة، إحنا راهنا من امبارح ان العمال وان الشعب المصري هيتصدر المشهد عشان يقول نعم للدستور، نعم لدستور بناء مصر حضاريا وسياسيا. الرئيس عبد الفتاح السيسي لو كان عنده استعداد ان يقدم اي امتيازات انتخابيه كانت قدمت في انتخابات الرئاسه، انما لم يحدث تقديم اي امتيازات انتخابيه. عشان كده بنقول احنا خلف الامين المحترم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنقول ان مش العمال، شباب مصر، المرأة في مصر، كل شعب مصر فاهم واعي. خلال الفترة اللي فاتت دي حزب مستقبل الوطن بكل قياداته بكل اماناته النوعية صدر المفهوم الحقيقي للتعديلات الدستورية، صدر المفهوم الحقيقي لمعنى دستور 2019 واسبابه. خلي بال حضرتك، الناس عارفة ان مصر في 2014 ما كانتش مصر في وضعها الطبيعي، لكن بفضل الله تعالى بعد عودة مصر لوضعها الطبيعي آن الأوان لإجراء إصلاحات على الدستور تتناسب مع شعب مصر. صحيح. بقول لحضرتك مش العمال بس، كل فئات المجتمع طبعا والعمال على راسنا، وبنحييهم على مجهوداتهم، بنحييهم على مشاركتهم المشرفه اللي احنا شايفينها قدامنا على الشاشه والطوابير الطويله. وامبارح شفنا مسيره حاشده الحقيقه لعمال اسكندريه للمشاركه في التعديلات الدستوريه. بنشكر حضرتك استاذ سيد نصر امين العمال في حزب مستقبل وطن.